الحمد لله الذي خصنا بخير كتاب أنزل وبخير رسول أرسل وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ولد له ولا ند له ولا صاحبة له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصل اللهم وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تحدثنا في الثلاث خطب السابقة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تحدثنا في الخطبة الأولى عن تعريف الصحابي، عن عدالة الصحابة وعلو مكانتهم بالكتاب وبالسنة. وفي الخطبة الثانية تكلمنا عن خطورة الوقوع فيهم وعن آثار جرحهم وعن الآثار التي تترتب على ذلك، ومجمل القول فيها أن جرح عدالتهم إسقاط للشريعة بالكلية، فإذا سقط الناقل سقط المنقول. وفي الخطبة الثالثة تحدثنا عن أنهم بشر، هم خير الخلق بعد الأنبياء، ولكنهم بشر، وقعت منهم أخطاء ووقعت منهم هنات، ولكن الله سبحانه وتعالى بعد كل خطأ يقعون فيه كان يعفو ويغفر لهم لما لهم من حسنات تغرق في بحارها هذه الأشياء المعدولة. هذا ما تحدثنا عنه في الخطبة السابقة، ونختم بهذه الخطبة، ثم لعل بعد ذلك نأخذ بعض النماذج الذي اختلف عليها ووقع الناس فيها من أمثال عثمان رضي الله عنه وأرضاه، سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لنبين على تفصيل حقيقة مكانتهم وما قد يأخذه الناس عليهم. لكن في هذه الخطبة سنختم بهذه الخطبة نتكلم فيها عن علاقة أهل البيت بأصحاب النبي، وكيف كانت المودة والمحبة المتبادلة بين أهل البيت وبين أصحاب النبي، وبخاصة الكبار منهم من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وغيرهم من أصحاب النبي عليهم الرضوان جميعا. أولا، أهل البيت لا شك أنهم يدخلون في زمرة ما ذكر عن أصحاب النبي من الفضل بالكتاب والسنة، لأنهم من أصحابه صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يتميزون درجة بصلتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن آمن من آل محمد لا شك أنه يأخذ درجة الصحبة كبقية الصحابة
ويزداد درجة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نزل فيهم نصوص خاصة بالقرآن والسنة، فتفسير العلماء لقوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالهم قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت السيدة عائشة والسيدة أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بكسائه ووضعه على الحسن والحسين وفاطمة وعلي، وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه مكانة. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا وفد نجران إلى المباهلة، عندما حاج النبي في عيسى ونزل القرآن يبين لهم هذه الشبهة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فلما أعرضوا أمره القرآن: قل لهم يا محمد، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فرؤي النبي من يحمل معه للمباهلة، حمل الحسن والحسين وفاطمة وعلي رضي الله عنهم للمباهلة ولم يحمل غيره. إذن هذه مكانة لا يماري فيها أحد. النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع وفي غدير خم، وهو حديث صحيح لا شك في ذلك، وكان النبي يشعر بدنو أجله، قال لأصحابه: لعل داعي الله دعاني، يعني يلفت النظر أنه قد اقترب أجله، وقال: أذكركم الله في أهل بيتي، وأعادها ثلاث، ثم قال: أنا مولى كل مؤمن، والله ولي ومولى المؤمنين، ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه وأرضاه وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. هذه كلها أحاديث صحيحة. وهناك حديث تعددت طرقه، وهو في صحيح مسلم، ورواه الحاكم على شرط الشيخين، ورواه الترمذي وقال عنه حسن صحيح، ورواه الدارمي والدراقطني، حديث تعددت طرقه لا يشك أحد في صحته، وصححه الألباني من المعاصرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. وقال: هما لا يفترقان حتى يردا على الحوض، وفي رواية: وأحدهما أكبر من الآخر. هذا حديث صحيح. أعرف أن المشهور تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة، هذا الحديث لم يرد من طريق صحيح إلا طريق عند الحاكم، وقالوا لا يرتقي إلى درجة الصحيح، ولكنه مقبول، وصححه الألباني على استحياء، ولكنه أصل روايته في الموطأ هو حديث مرسل، والحديث المرسل في عرف العلماء المحدثين هو حديث ضعيف، فلا يرقى هذا الحديث لصحة حديث أهل العترة، ولكنه اشتهر عن حديث أهل العترة، رغم أن حديث العترة
في مسلم في الصحيح وطرقه الصحيحة مما لا يحصى. إذن أهل البيت لهم مكانة خاصة هذا لا يماري فيها أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يربط الإيمان بحبهم. فلما اشتكى له العباس من بعض أهل قريش يقابلونه بغير الوجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العم الرجل صنو أبيه. عم الرجل اللي هو العباس يعني صنو أبيه، يعني كأنه أبو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: والله لا يؤمنون حتى يحبونكم في الله، والله لا يؤمنون حتى يحبونكم في الله. هذه كلها لا أريد أن أستطرد أكثر من ذلك، فحب آل البيت ومكانتهم مما اتفق عليه أهل السنة بإجماع، وليست من خواص أهل الشيعة كما يدعي البعض. لكن هل كانت المودة والحب هما العلاقة التي تربط أهل البيت بأصحاب النبي، أم أنها كانت التعالي والعداوة كما توحي بعض الروايات؟ سنثبت ذلك بالأقوال وبالأفعال. لعل بعض الناس يقول الأقوال فيها مجاملات، ولكن بالأقوال والأفعال. ومن عظيم الروايات التي وردت في مدح آل البيت للصحابة أن الذين رووها من أهل البيت، يعني كان ممكن مثلا تأتي رواية عن السيدة عائشة مثلا في سيدنا علي يمدح أبا بكر، يقوموا أهل الشيعة ما هي أبوها بدل. لكن الروايات التي جاءت في مدح أبي بكر وفي مدح عمر وفي مدح الزبير وفي مدح عثمان وفي مدح طلحة من سيدنا علي نفسه جاءت من طريق آل البيت. فانظر سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما وأرضاه وهو من أهل البيت، سيدنا ابن عباس يقول لما سجي عمر رضي الله عنه وأرضاه بعد أن قتل، بقول: وجدت رجلا وضع يده من خلفي على منكب على كتفهم وهو يبكي بصوت مرتفع، ثم قال: والله ما خلفت أحدا أحب إلي أن أقابل الله بمثل صحيفته مثل هذا المسجد. يعني ما تمنيت أني ألاقي الله بصحيفة غير صحيفتي لأحد إلا بصحيفة عمر. من الذي روى ذلك؟ ابن عباس، وابن عباس من أهل البيت وكان يقاتل في جيش علي رضي الله عنهما وأرضاه. ثم يروي ابن عباس رواية أخرى يقول: وسمعته رضي الله عنه يقول وهو يدعو لعمر بعد أن فاضت روحه: إني لأظن أنك مع صاحبيك، يقصد النبي وأبا بكر، فوالله ما أكثر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتيت أنا وأبا بكر وعمر، جئت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، فإني لأظن بذلك أنك معهما، أنت معهم إن شاء الله في الآخرة. هذا ما قاله، وكان يكبر عمرا ويكبر سياسته. أيضا يروي محمد بن الحنفية ابن سيدنا علي أي من أهل البيت يقول: سألت أبي، سأل علي: من خير هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر.
قال محمد بن الحنفية فسكت عن الثالثة لأني لو سألته لقال عثمان. قل فسكت عن الثالثة. قلت وأين أنت وأين أنت يا أبي؟ قال أنا واحد من المسلمين. وهذا طبعا تواضع من سيدنا علي، لا يؤخذ على أنه يعني كبقية المسلمين، لا طبعا، ولكنه لا ينتظر إجابة من مثل علي عن نفسه إلا بهذا. قال أنا واحد من المسلمين. وسمع من على منبر الكوفة يقول من يقدمني على أبي بكر جلدته حد المفتري، جلدته حد المفتري. هذا كلام سيدنا علي نفسه، والروايات جاءت من أهل البيت لا شك فيها، وهي روايات صحيحة. وأيضا عندما قال عن طلحة رضي الله عنه وأرضاه إني لأدعو الله أن أكون وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذه روايات، ولو استطردت أكثر من ذلك لا يتسع المجال، فالروايات التي وردت عن آل البيت في مدح الصحابة الكبار من أمثال أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وأرضاهم لا تحصى. ولم يتوقف الحد عند سيدنا علي بن عباس، قال لسيدنا عمر لقد كان إسلامك نصرا وإمارتك فتحا وملأت الأرض عدلا. فقال له عمر أتشهد لي بها عند الله يا ابن عباس؟ قال نعم. فسر عمر بذلك، بل سيدنا زيد الإمام زيد رضي الله عنه، هذا الإمام الكبير إمام من أئمة أهل البيت، كان من ضمن محنته أن الروافض طالبوه بأن يقع في أبي بكر وعمر، فقال كيف؟ لقد مات عنهم رسول الله وهو عنهم راض، جاهدوا في الله حق جهاده، حكموا فملأوا الأرض عدلا، فرفضوا أن يناصروه وتركوه منفردا. وهكذا وردت الروايات عن الإمام الباقر والإمام جعفر الصادق، روايات كثيرة في مدح هذه الصفوة وهذه الثلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نريد أن نستطرد أكثر من ذلك، فما ذكر يكفي. تعالوا لما ذكر عن أهل البيت من الصحابة، والروايات ليست لأهل البيت، لكن أفضل أحاديث التي تعلي من شأن أهل البيت وبخاصة الحسن والحسين وعلي وفاطمة، أصح الأحاديث والأسانيد رويت من طريق السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه، من السيدة عائشة الذين قالوا بينها وبين علي شيء، هي التي روت حديث الكساء، وهي التي روت الحوار الذي دار بين السيدة فاطمة والنبي صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة أيضا تحدثت عن حديث الكساء. كل هذه تبين أنهم كانوا يعرفون الفضل لبعضهم البعض. حديث الكساء الذي روي في الصحاح أن السيدة عائشة قالت لما نزلت هذه الآية جمع النبي الحسن والحسين وفاطمة وعلي ووضع عليهم الكساء ودعا لهما، وهي التي روت أن النبي في مرض موته جاءت السيدة فاطمة إليه تمشي مشياً أشبه بمشي أبيها، يعني بتمدحها، كانت مشيها ودخلتها وطلعتها كأنه النبي صلى الله عليه وسلم تشبهه في مشيته، فجلست بجواره فأصر لها النبي بكلام فبكت، ثم أصر لها بآخر فضحكت. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سألتها السيدة عائشة قالت ما كنت لأسألك عن سر رسول الله إلا بعد أن مات، أخبريني بكيت وضحكت في مال؟ قالت إن أبي في الأولى أخبرني أنه مقبوض سيموت يعني في هذا المرض فبكيت عليه،
فأخبرني في الثانية أني أول أهل بيته لحوقاً به صلى الله عليه وسلم، فسررت أني أول أهل بيته لحوقاً به فضحكت لذلك. وفعلاً السيدة فاطمة أول أهل بيت النبي وفاةً بعده، توفيت بعده بستة أشهر. إذن التي روت هذا الحديث هي السيدة عائشة. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خرج من صلاة العصر فوجد الحسن يلعب مع الصبية في الشارع، فحمله على كتفه وهو يلاعبه ويقول: شبيه النبي لا علي، شبيه النبي لا علي. حسن كان شبيه بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: شبيه النبي لا علي. يقول الرواية: وعلي خلفه يضحك، وعلي خلفه يضحك. سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما أراد أن يكتب الدواوين أشار عليه الكاتب: نبدأ بأمير المؤمنين هو رأس الدولة ثم الأقرب إليه فالأقرب. قال: لا، نبدأ بأقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب. بني عدي التي منها سيدنا عمر ليست الأقرب من بطون قريش إلى النبي، يعني يأتي بني المطلب ويأتي بني أمية نفسهم أقرب إلى النبي من بني عدي، فسيبعد ترتيب بني عدي بما فيهم عمر، قالوا: ستكون بعيدا في الترتيب. قال: ضعوني حيث وضعني الله من رسول الله، يعني ضعوني حيث وضعني الله في نسب من رسول الله، وابدأوا برسول الله والأقرب فالأقرب فالأقرب. إذن هل هذه لا تدل إلا على حب صادق لآل بيت النبي؟ سيدنا أبو بكر يقول للسيدة فاطمة: والله ما كان أحب إلينا من رسول الله أحد، وإنكم أهل بيت النبي وأهل قرابته أحب إلي من أن أصل قرابتي، أنتم أحب إلي من قرابتي. وسيدنا عمر يقول لها: لقد كان أبوك أحب الناس إلينا وأنت أحب الناس إلينا من بعده، لأنك أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أقوال ثابتة في الصحاح من غير الأقوال. تعالوا إلى الأفعال، أبسطها وأقلها الأسماء، كلنا نشترك في هذه الحكاية. ما هي؟ عندما تريد يعني أن تعتز بأبيك أو تعتز بأخيك أو لك صديق تحبه حبا كبيرا، أول ما تفكر عندما ترزق بأولاد تسمي اسم أبيك أو تسمي اسم أخيك أو تسمي اسم صديقك الذي تحبه حبا كبيرا، هذه طبيعة. فعندما يسمي أهل البيت أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير، ألا يدل ذلك على حبهم لآل البيت، على حبهم للصحابة؟ انظروا إلى علي نفسه كيف رتب أولاده، وهذا في كتب النسابة مدقق، هذا النسب، هذه الأشياء مدققة في كتب النسابة. بعد وفاة السيدة فاطمة وبعد الحسن والحسين أنجب سيدنا علي عدداً من أولاده، انظروا ماذا سمى. أول ولد جاءه من غير فاطمة سماه محمد، وهو محمد بن الحنفية. ثاني ولد بعد محمد بن الحنفية سماه أبو بكر، وثالث ولد سماه عمر، والرابع عثمان، والثالث عثمان، والرابع من بعد محمد سماه العباس. فسئل في ذلك: لماذا أخرت العباس عمك؟ أنت يعني وضعت ثلاثة ليسوا من أهل بيتك قبل العباس. قال: هكذا أراد الله، لقد سبقوا الثلاثة العباس فهكذا سبقتهم في أسماء أولادي. ولم يقتصر ذلك على علي رضي الله عنه وأرضاه، بل من أبناء الحسن وابن الحسين وابن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وأرضاه
ثلاثة اسمهم أبو بكر، والثلاثة قتلوا مع الحسين في كربلاء. ابن الحسين أبو بكر، ابن الحسن أبو بكر، ابن عبد الله بن جعفر أبو بكر. سيدنا علي هو الذي ربى محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه، هو الذي رباه وكان يحبه حباً شديداً كأحد أبنائه، وربى مع محمد بن أبي بكر في نفس الوقت محمد بن عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، مش محمد، عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب. لماذا؟ لأن سيدنا علي تزوج من أسماء بنت عميس، والسيدة أسماء كانت أنجبت من جعفر وأنجبت من أبي بكر لما تزوجها أبو بكر بعد استشهاد جعفر رضي الله عنه أرضاه. ويتشاجر عبد الله بن جعفر مع محمد بن أبي بكر، أطفال يعني صبية، فقال عبد الله بن جعفر: أبي خير من أبيك، أنا أبي جعفر، من هو من نسبه من النبي؟ فقال له محمد: بل أبي أفضل من أبي. سيدنا علي قال لأسماء: احكمي بينهما، ادخلي واحكمي بينهما. فقالت أسماء لابن جعفر بن أبي طالب لعبد الله: أبوك خير شاب في الإسلام. وقالت لابن أبي بكر: وأبوك خير كهل في الإسلام. فضحك علي وقال: لم تبقي لنا شيء، لا في الشباب ولا في الكهولة. فضحك ثم قال: والله لو قلت غير ذلك لما قدتك، والله لإني أخس الثلاثة، يعني أنا أقل الثلاثة، يعني أنا أقل واحد فينا احنا الثلاثة، أبو بكر وجعفر بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب. طبعا ممكن يؤخذ على التواضع من علي، ولكن هذا ما حدث، وهو الذي ربى محمد بن أبي بكر. فسمى أبو بكر، سمى عمر، سمى عثمان، وسمى الحسن، وامتد ذلك، بل عد علماء النسابة من آل البيت من سموا عمر بأكثر من 18 عمرا في أهل البيت، حتى وصل إلى محمد الباقر وجعفر الصادق وزيد، كانوا يسمون عمرا. ولا يدل ذلك إلا على حب، وكانوا يقصدون عمر بن الخطاب عندما سموا، وكانوا يقصدون أبا بكر رضي الله عنه عندما سموا، وكانوا يقصدون عثمان بن عفان عندما سموا. فكيف يحملون البغض لأناس ثم يسمون بأسمائهم؟ ما الذي يجبرهم على ذلك؟ إنما هذه الأسماء تدل على حب آل البيت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل الأسماء لعلها أمر بسيط، بل المصاهرة، المصاهرة، الزواج، التزاوج، ظل في أهل البيت مع خيرة الصحابة إلى أكثر من 12 عقبا وجيلا. أشهرها طبعا أنتم تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج من هؤلاء الأربعة وزوجهم، ولكن أيضا علي تزوج منهم وزوجهم، والحسن تزوج منهم وزوجهم، بل إن أم القاسم وهي من أجلاء النساء في تاريخ الإسلام، بنت طلحة، طلحة الخير الذي كان يقاتل سيدنا علي، كانت زوجة الحسن رضي الله عنه وأرضاه. والحسن عندما شعر بموته وأنه يعني ما هي إلا سويعات، أوصى بها إلى الحسين وقال له: تزوجها من بعدي. وتزوجها الحسين، فتزوجت أم القاسم الحسن، والحسين أحب اثنين إلى قلب النبي وإلى قلب علي وصلب أهل البيت والعترة. تزوج ابنة طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهم جميعا. وهكذا سيدنا عمر لما روى أو روي له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل نسب وسبب مقطوع إلا نسبي وسبب، يعني من يتصل لي بسبب أو مصاهر، فطلب من سيدنا علي أن يزوجه من بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون على الحفيدة بنت،
وهي السيدة أم كلثوم بنت السيدة فاطمة، فزوجه إلياها سيدنا علي، وتزوجت سيدنا عمر وكانت صغيرة عنه بكثير، وتزوجها وأنجبت له زيد كما صحت بذلك الروايات. إذن هذه المصاهرة كانت موجودة ولم تنقطع ولم تنتهي، بل حتى السيدة عائشة الذين يشغبون عليها كثيرا ويتكلمون عليها بالسوء، أعوذ بالله من ذلك، من أئمة أهل البيت من الأئمة الاثنى عشر أنفسهم أربعة عائشة على اسم السيدة عائشة من أولادهم وبناتهم. وهكذا كانت أحوالهم، مصاهرة، تسمية، حب، مدح بعضهم في بعض، لم يعرفوا في هذا التاريخ حتى اغبر التاريخ وانقلب حال المسلمون فتغيرت الروايات وتغيرت الأحوال، لكن هذه الروايات الثابتة تدل على كيف كانت العلاقة القائمة بين آل بيت النبي وبين صحبه الكرام. يبقى نقطتين أختم بهم. النقطة الأولى، يشغبون بحادثة غضب السيدة فاطمة على أبي بكر، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا صحيح، فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها، وأن السيدة فاطمة آذاها ما فعله أبو بكر وأغضبها وماتت على ذلك. إذن سيدنا أبو بكر رجل وقاف ويرى أن اتباع النبي أولى من أي شيء، والسيدة عائشة وسيدة فاطمة ومعها سيدنا علي ومعها العباس، يعني لم تكن السيدة فاطمة هي الوريثة الوحيدة، أرادت أن تأخذ سهم النبي في خيبر، سهم فدك. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه للسيدة فاطمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وما تركناه صدقة، اللي نتركه صدقة، فكيف أخالف سنته؟ لا ميراث في النبي. طبعا لو أبو بكر بيورث، من أقرب الناس إلى بكر إلى أبي بكر كانت يمكن أن تورث؟ سيدة عائشة زوجة النبي، كان هيبة لها في الميراث لأنها زوجة، وزوجات النبي طلبوا من أبي بكر ميراثهم في النبي صلى الله عليه وسلم زي السيدة فاطمة. فالسيدة عائشة هي التي انبرت لهم وقالت لهم: أما تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة، فامتنعوا عن الطلب. السيدة فاطمة لعلها رأت أن هذا الحديث لعله على باب الفضل أو الندب وليس على باب الفرض، وسيدنا أبو بكر رآه على باب الفرض. وانظر في عهد سيدنا عمر، سيدنا عمر سلم هذا السهم للعباس ولعلي رضي الله عنهم وارضاهم، لكن سلمهما على شرط. الشرط ماذا؟ ليس ميراثا، ولكن أن يعملوا فيه، يعملوا فيه بعمل النبي، يعني يخلفوا النبي فيه فيعملوا فيه ما كان يفعل النبي وليس ميراثا. وقبل أن يعطيهما ويسلمهما هذا السهم، وهي رواية صحيحة، قال لهما: بالله الذي قامت به السماوات والأرض، حتى لا يظن أحد، أراد أن يبرئ ساحة أبي بكر حتى لا يأتي بعد ذلك الناس ويقولوا إن عمر صحح الخطأ الذي وقع فيه أبو بكر، فاستنطقهما، قال: بالله الذي قامت به السماوات والأرض، أما سمعتما من رسول الله أنه قال: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة؟ قالوا: نعم، نشهد أننا سمعنا ذلك من رسول الله. قال: هو إليكم على أن تقوموا فيه بما قام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أبو بكر رأى رضي الله عنه وارضاه أن يقوم هو فيه كأمير المؤمنين. سيدنا عمر فوض فيه العباس وعلي ولم يعطيهما السهم كميراث، هذه نقطة في غاية الأهمية. فرأى سيدنا أبي بكر أن مخالفة النبي في أمره أغضب للنبي من أن تجد السيدة فاطمة على نفسها من أبي بكر،
ولكن الروايات ذكرت أن أبا بكر استرضاها ورضيت وأفهمها وفهمت، وقال لها: لأنتم أحب إلي من أن أصل قرابتي، فرضيت بذلك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنهم قالوا أنه اغتصب أو يعني أخذت الخلافة وكان علي أولى به. سيدنا علي لم يعترض في أي رواية صحيحة أو حتى حسنة أو شبه مقبولة على أهلية أبي بكر للخلافة ولا أفضليته، لكن ما وجد عليه سيدنا علي وهي حقيقة أنه انشغل في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم، فبويع أبا بكر بالخلافة دون مشورته، فظن أن ذلك إهمال لشأنه وهو من هو في الإسلام وفي قرابته من رسول الله، وذهب إليه أبا بكر في بيته واسترضاه وقال: والله لا أنفس عليك أمر، وإنك لأهل له، وأنت من أفضل الناس بعد رسول الله، ومات عنك رسول الله وهو راض، غير أني رأيت أنك استبددت بالأمر عليه. هذه القصة لا يعاتب فيها أبو بكر، ولكن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه الرجل الخبير بالأمم ومصالحها ومستقبلها، رأى أن الأنصار قد اجتمعوا في السقيفة وأنهم يختارون أميرا، وأن النبي قد قال أن الأمراء من قريش، وأن مصلحة الدولة الإسلامية في هذا الوقت أن يكون الأمير من قريش. لماذا؟ لأن العرب قاطبة في أنحاء الأرض لا تدين إلا لقريش، لها مكانة السيادة ولها جوار البيت ولها أشياء كثيرة، فرأى من المصلحة أن يدرك الأنصار في سقيفة بني ساعدة، لأنهم لو نصبوا أمير وأراد المهاجرون أن ينصبوا أميرا لانقسمت الدولة إلى إمارتين في بداية الأمر. فلما ذهب هو وأبو بكر وأراد أبو بكر أن يقدم عمر أو يقدم أبا عبيدة، بسط سيدنا عمر يد أبي بكر ليبايعه في الوقت حتى يفوت الفرصة على الأنصار، ولم يكن سيدنا علي في حسبانهم نهائيا، لما أراد أن يفوت الفرصة على الأنصار حتى لا تنقسم الدولة إلى أميرين فيحدث ما لا يحمد عقباه. ثم علق سيدنا عمر على هذه الحادثة وقال: إن اختيار أبي بكر بهذه الطريقة كانت فلتة وكانت فتنة عصم الله المؤمنين منها، لا يعود أحد لمثلها، فمن افتأت على المسلمين فاقتلوه. بمعنى كلام سيدنا عمر عايز يقول إيه؟ إن الظروف اللي حكمت، لكن الأصل إن كل المسلمين يستشاروا في أميرهم، ومن يبايع أميرا دون المؤمنين وينصبوا على المؤمنين فقد خرج من جماعة المسلمين. هذا كلام سيدنا عمر. إذن ليست القضية قضية افتئات أو غيره، وانتهت. وسيدنا عمر كان يمشي بجوار سيدنا علي، كان وزير سيدنا عمر الأول ومستشاره الأول وكان قاضيه، وكان سيدنا عمر يقول: أعوذ بالله من معضلة لا يكون لها أبا الحسن. هكذا كانت العلاقة. إذن علاقة كانت على أفضل ما يرى. كان بودي أن أتعرض لشبهة يثيرونها عن الفرق بين آل البيت وأهل البيت وعطرة أهل البيت، لكن قد نرجئها لفرصة أخرى لأن الوقت قد مر. وما أريد أن أؤكد عليه مرة ثانية وثالثة أن أصحاب النبي كانوا يجلون أهل البيت ويحبونهم أكثر من حبهم لأقاربهم ولأهلهم، بل إن عمر قال للعباس: إن إسلامك أحب إلي من إسلام الخطاب لو أسلم. لو كان الخطاب أسلم، إسلامك يا عباس أحب إلي. قال: وما ذلك إلا لأني أعلم أن إسلامك أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب. هكذا كان أصحاب النبي مع آل بيته، وهكذا كان آل البيت يقدرون لأصحاب النبي مكانتهم، سموا بأسمائهم وصاهروهم، وأصبحت منهم نسبا وزرية لا يستطيع جاحد أن ينكرها على مدار التاريخ. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبِّت أقدامنا، انصُرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذِّبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارزُقنا حبَّك وحبَّ نبيِّك وحبَّ أصحابه وحبَّ آل بيته وحبَّ الصالحين من عبادك. اللهم ارزُقنا حبَّهم وحبِّبنا إليهم، واحشُرنا في زُمرتهم. اللهم احشُرنا في زُمرتهم، اللهم احشُرنا تحت لواء نبيِّك. اللهم إنا آمنا به ولم نره، فلا تفرِّق بيننا وبينه حتى تُدخِلنا مُدخَلَه وتُسكِننا بجوارِه في الجنة. ربنا لا تحرِمنا شفاعته، اللهم لا تحرِمنا شفاعته، اللهم لا تحرِمنا شفاعته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربةً هنيئةً لا نظمأ بعدها أبداً. اللهم احشُرنا في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. يمِّن لنا الكتاب، ويسِّر لنا الحساب، وأدخلنا الجنة بسلام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا. اللهم بارك في ذرياتنا، وبارك في أولادنا، واحفظ علينا أموالنا وديارنا. آمين آمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة أن تكون ساعة إجابة. اللهم أنعم بالأمن والسلام على إخواننا في سوريا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم أذن لهذا الهم والغم والكرب أن ينكشف عنهم يا رب العالمين. اللهم عليك بمن خذله، اللهم عليك بمن استذله، اللهم عليك بمن قتل أطفاله، اللهم عليك بمن استحيا نساءهم، اللهم عليك بهذا الطاغية. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذه وحاشيته ورجاله وشبيحته أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين. اللهم إنهم لا ناصر لهم إلا أنت يا أرحم الراحمين، فلا تتركهم ولا تدعهم ولا تكلهم إلى أحد من خلقك، إنك نعم المولى ونعم النصير. آمين آمين. قوموا إلى صلاتكم، صلاتكم تكتب آثاركم. نرجو الإخوة يعني يسعوا إخوانهم إن شاء الله. بارك الله.